ها انكبت علي خذ لك واضح انه يا حياك الله كيف حالك شاركونا في التاج يا جماعه الخير جنتل 40 نبي ناخذ من كلامهم شعيب يا الله هو رماك بالليل اوكي حلو خويك وين بيعطينا سالفه هنا طبعا في التاج يقول يا بجمان عطنا سالفه قدر امي والله العظيم اني ما قلتها لنا في التاج قدر امي وش سالفه قدر امي والله العظيم اسلم قدر امي كشفتنا ها انا ورامي اخوي وطلعنا وما معهم قدر قال نبغى قدر نبغى قدر وجبت قدر من عند الوالده يا سلام واخذته وكشتنا يوم كشتنا اسلم اسلم وكشتنا يوم كشتنا وخلصنا غدانا وتغدينا ورامي قلنا ننسى القدر عند ايش اسمه كان كشف ايه حلو ويدعسه رامي قدر امك قدر امي حلو واخذه معي وديها لها مدعوس انت وديتها حلو لازم وصلت لازم تقول وين وديتها قدر وديتها لها مدعوس بس اني عوضتها بواحد جديد اهم شيء انك رجعتها ايه مدعوس بس امر اهم شيء انه وصل ممتاز ان الامانه رجعت كان مدعوس بس صارت يا جماعه الخير كل ما شاف الا قدر قال قدر امي جاه مثل ما فوبيا قدر امي فوبيا مع ديداني القدور اقول بجمان بيشتري هو كان ترى يحب قدر الضغط اقول بجمان بيشتري قدر يقول لا ما بي قلت ليش قال قدر امي خلاص ذا من قعدت انا بس انا ابي مو ابي سالفتي انا ابي سالفتك انت واورنس يوم انكم تهاوشتوا في الشعيب وما في احد يفرق بينكم هذه انا ابي هذه السالفه يا طويل العمر انا ابيها من بجمان ابيها من بجمان ما ابيها منك لان شوف اورنس ترى قد قال لي اياها في البزنس فانا ابيها منك بدون تحريف لو سمحت اورنس لا تغمز له ما لا تغمز والله ما ادري الو عندنا إيه؟ فاصل عند الاعلان فاصل ابي هوشتك انت اورنس اسلم اي انا ابي هوشتك انا وانت اورنس للحين لا اصبرك يلا اسلم ابي هوشتك انت وياه وما كان في احد يفرق عطنا اياها والله وقتها كاشتين متهاوشين ومتهاوشين يا صارت كشته هوشه وكشته والمغرب بعد مع الصفرة اي والله مع الصفرة الله يزين كشتنا جنب عفيف قريب من عفيف يمكن 10 كيلو كذا عن عفيف حلو ويوم كشتنا حطينا قهواتنا حطينا اغراضنا جلسنا وما عندنا من الشيطان طاري في شيء ترى محظور لازم انك ايه كت 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 مشاري عمر ترى هالسوسه عندنا في القناه يا ابن الحلال والله انا ما انا انا بسالفتك انت وياه خلي الرجال يقول اسلم اسلم وكشتنا يوم كشتنا خلصنا وجلسنا وتقهوينا وانقز بيننا الشيطان وانتهى المشكله انه ايش؟ يمديني اضرب يعني اذبحه خلاص انهي مره بس اني رحمته حلو رحمته ممتاز ارحمك لا كنت بالجسم ده 2017 نفسه ما تغيرت حلو وامسكه واضربه ويوم شافني ما هو بقاويني يروح بعيد راح بعيد يمكن حول 5 متر 6 متر ويبدا يحذف بالحصى بالحصى ليه؟ ايه يحذف بالحصى ويصقعني لا لا داري انا معلم كذا في اصل اللي يبيه شفت ولا لا؟ انا بقول لكم شيء هو الكلمه هي هو الشيء ما ينقال على الشاشه تمام؟ يا لكن هو مو بالحصى بس كمل لا لازم يقولها بالحصى اسلم مشاري تراك كذاب لا تصدقه ما عليك انا لا انا بس انت انت تشوف الرجال مستحي ومتوتر لا بس قمت لا والله مستحي لا 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 مسمح لك والله يكملها كملها خلاص ما بقى شيء ما عاد انا اعرف السالفه ما عاد بقى عليها شيء يخلص خلاص خلاص تبع العلم شو اسمه بالحصى وين ذا وقعت